مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الأحوال الاقتصادية اللي بتهمنا كلنا. نحب دايما ان احنا نتعرف على الجديد في مجال خطوات الإصلاح الاقتصادي من أجل التنمية الاقتصادية. الحقيقة كل الجهود اللي بتتم في الفترة الحالية بتشير بالفعل إلى أن هناك خطوات إيجابية في مجال الاقتصاد، وده بيعود علينا كلنا بالنفع، إلى جانب أيضا فتح أسواق جديدة ونوع من الشراكة المصرية ما بين مصر ومختلف الدول، سواء كانت الدول الإفريقية أو الدول العربية أو الدول الأوروبية. في هذا الإطار بنهتم دايما بكل الخطوات الخاصة بهذا المجال، علشان كده بنتابع مع حضراتكم أهم الزيارات والمؤتمرات اللي بيتم حضورها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بالفعل بيكون ليها أثر كبير جدا في فتح أسواق جديدة لمصر في مختلف الدول. وطبعا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هناك اهتمام شديد جدا بالدول الإفريقية وفتح الأسواق الإفريقية وزيادة التبادل التجاري ما بين مصر والدول الإفريقية وما بين الدول الإفريقية بعضها وبعض، وده اللي بالفعل تم مناقشته من خلال القمة الاستثنائية اللي عقدت في النيجر وحضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان بالفعل هناك العديد من المحاور المهمة الخاصة بهذا الموضوع، ومن أهمها طبعا منطقة حرة ما بين الدول الإفريقية، وكمان وجود بنية تحتية مناسبة لإقامة العديد من المشروعات والتبادل التجاري ما بين دول القارة السمراء. أكيد كانت قمة مهمة جدا، ليها عائد وليها نتائج خاصة جدا باقتصاديات هذه الدول. هنشوف مع حضراتكم النهاردة نتائج هذه القمة، إيه المكاسب اللي ممكن تجنيها مصر ومختلف الدول الإفريقية، نتاج المباحثات اللي تمت في هذه القمة. كل ده هنشوفه ونعرفه مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة، لكن خلونا في البداية نشوف هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. وهيكون معانا إن شاء الله في هذا الموضوع دكتور جهاد طعيمة أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية لتوضيح أهمية النتائج الخاصة بالقمة الاستثنائية والمكاسب اللي إن شاء الله يتم تحقيقها من خلالها. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. تعد مصر بعبقرية موقعها هي رأس إفريقيا المطلة على المتوسط، وكذلك تعتبر القارة الإفريقية إحدى الساحات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية ولمصالحها سواء في الحاضر أو المستقبل. إن الدور القيادي لمصر في القارة السمراء أعطى لها الثقل السياسي والاستراتيجي في القارة، فمنذ انتخاب الرئيس السيسي رئيسا لمصر وهو يسعى إلى توثيق العلاقات مع إفريقيا وإعادة إحياء التعاون المصري الإفريقي، فعادت مصر إلى الحضن الإفريقي وأعاد لها الأفارقة مكانتها الطبيعية من خلال عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذا لم يكن ليتحقق لولا السياسة المصرية الناجحة تجاه القارة السمراء. برجع لحضراتكم مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية كلامنا مهم جدا ان احنا نتابع اهم الاحداث والنتائج المتعلقة بتنمية الاقتصاد. الحقيقة الفترة الحالية هناك العديد من المكاسب اللي بتتم من خلال المؤتمرات ومن خلال تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر وللقارة الافريقية بصفته رئيسا للاتحاد الافريقي. ماذا عن القمة الاستثنائية التي عقدت في النيجر؟ ما هي اهم المكاسب اللي جاءت نتيجة هذا الانعقاد، وأهم المحاور والموضوعات اللي تمت في هذا اللقاء؟ خلونا نعرف أكتر. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالأستاذ الدكتور جهاد طعيمة أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، بداية قمة استثنائية بتجمع مجموعة من الدول الإفريقية وبتناقش موضوع مهم جدا وهو منطقة
حرة للتبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية بعضها وبعض. أهمية هذه القمة وأهمية تواجد منطقة تبادل تجاري حرة ما بين مختلف الدول الإفريقية. بص حضرتك، احنا من 2012 والقمة 2012 كانت واخدة قرارات بس ما اتفعلتش، وكانوا بيأملوا في 2017 يعملوا سوق مشتركة. تمام. عشان اوصل للسوق المشتركه التكامل ده يعني ليه 6 سلالم المفروض بيطلعهم، منطقه تفضيليه، بعدين منطقه حره، بعدين اتحاد جمركي، بعدين سوق مشتركه، وبعدين تكامل مالي، وبعدين تكامل نقدي وعمله مشتركه. احنا طبعا يعني السيد الرئيس عمل دفعه كبيره جدا في لما مسك الرئاسه بتاع الاتحاد الافريقي، وكان متحمس جدا ان هو يفعل اتفاقية التجارة الحرة. مشترك فيها مفروض 54 دولة من 55 دولة، وصدق عليها 25 دولة. التصديق ده بيجي لمراكز المجالس المحلية، المجالس النيابية بتاعت كل دولة. بس طالما هم وقعوا عليها بتتفعل. ده ميزتها ان الدولة الافريقية دولة، يعني الدول الافريقية ال 55 مساحتها تقريبا 30 مليون متر مكعب، مليار و700 مليون شخص بيعيشوا في الـ في الـ في الـ في افريقيا. فسوق كبير جدا، سوق ضخم، يتهافت عليه كل المنتجين في العالم، ويحب يعني يكتسبوا منه جزء كبير. للاسف الشديد التجاره البينيه بين الدول الافريقيه بعضها البعض ضعيف جدا، لا يتعدى ال 16%. طب ده اسبابه ايه يا فندم؟ هل اسبابه بتعود الى فقر الموارد اللي موجوده، ولا عدم الاستغلال، ولا عدم التكامل ما بين الدول بعضها وبعض في مجال الاقتصاد والتجاره الحره؟ الدول الافريقيه عندها ميزه ان هي مش فقيره بالموارد، غنيه تمام جدا. تمام. بس هي فقيره في الكوادر والفنيين. العنصر البشري. العنصر البشري جدا، ما عندهمش تنميه بشريه. تمام. ده المشكله اللي بتقابلنا. افريقيا في ستينات القرن اللي فات لسه واخده حريتها، فيها صراعات. هما بيقسموا الدول بينهم من بعض، الحدود الجغرافيه بتاعتهم عملوها خطوط عرضيه وطوليه، ما راعوش الجغرافيا السكان، فبالتالي حصل لما حصل تحرر لافريقيا حصل صراعات بينهم من بعض. الصراعات دي ادت الى حروب متناهيه، فبالتالي اللي بيمسك الحكم كان كل همه مش الشعب اللي هو بيحكمه، كل همه ان هو ازاي يسيطر على الوضع هناك عنده في بلده. فصراعات وانقلابات، فما كانش في حد يبص للتنميه البشريه عندهم. وبالتالي الدول الاستعماريه فضلت موجوده ومسيطره على موارد هذه الدول. طيب الدول دي تعمل ايه علشان تقدر يعني تعيش؟ لان هي تقريبا عندها ديون خارجيه تعادل 40% من دخل القومي بتاعها. اللي هو تقريبا 3.4 تريليون من الناتج المحلي. فده رقم، يعني كل ديت سلع اوليه. تخيل حضرتك لو السلع الاوليه دي تبقى سلع صناعيه نهائيه. قيمتها المضافه في الاقتصاد الافريقي هيبقى قد ايه؟ رقم كبير جدا. اكيد. طيب في بعض الدول الافريقيه متميزه اقتصاديا عن بقيه الدول، نقول حوالي 5 6 دول 7 دول، من ضمنهم مصر، جنوب افريقيا، المغرب، الجزائر، نيجيريا. الدول ديتي عندها قدرات اقتصاديه كويسه. ال 50 دوله التانيين لا، وضعهم الاقتصادي مش كويس خالص. وبالتالي هم محتاجين التكتل، محتاجين ان هم يبقى عندهم مكان يقدر يحصل فيه تبادل. يبقى الصناعه تبقى في دوله او في الدول اللي هي موجوده في افريقيا، وياخدوا المواد الاوليه يصنعوها. ده عادة يبقى بيوفر كتير جدا في التكلفة، لكن لما أنا أصدرها كمواد خام وأستورد سلع وخدمات من بره، أنا بالتالي أنا بدفع الفرق بتاع القيمة المضافة ديتي للسوق الخارجي. صحيح. ويمكن من الاهتمام بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة ما بين الدول الإفريقية، وده ما حدث بالفعل في القمة الاستثنائية. وجود الموارد في بعض الدول وافتقار الدول الأخرى لهذه الإمكانيات بشكل أو بآخر، كيف يمكن أن يحدث هذا التكامل بحيث أن احنا بالفعل نعظم الفايدة ونستثمر الموارد المتاحة، الاستثمار الأمثل بما يعود بالنفع على مختلف الدول الإفريقية؟ التجارة الحرة
بتدي حريه ان انا اتبادل السلع بيننا وبين بعض من غير حواجز جمركيه او غير جمركيه، وبيدي حريه للدوله ان هي تتعامل برضو جمركيا مع العالم الخارجي بره الاتفاقيه. اتحاد الجمركي لا، انا بعمل حمايه جمركيه للمنتجات الداخليه او المنتجين الداخليين ليا، وبرضو بشيل الحواجز اللي بيننا. السوق المشتركه بقى لا، ده حاجه اكبر وافضل، ان انا بنقل بقى عناصر الانتاج، حريه عناصر انتقال عناصر الانتاج، انتقال عناصر الانتاج دياتي العمل راس المال، يبقى اقدر انقله من مصر مثلا لاثيوبيا، ومن اثيوبيا لغينيا، ومن غينيا لكينيا بحريه وسلاسه من غير صعوبات، من غير عوائق، وبالتالي الفرص الاستثماريه في الدول الافريقيه هتبقى اكتر. طيب من الفرص الاستثماريه دي هتيجي ازاي؟ هتيجي في الدول اللي عندها بنيه اساسيه تقدر تستوعب هذه الاستثمارات. وبالتالي في بعض الدول مرشحه ان هي تبقى مراكز للصناعه، وتاخد هذه المواد الاوليه اللي بتنتجها افريقيا وتصنعها وترجعها لهم تاني بهامش ربح، اللي هو هامش ربح الصناعه، بدون هامش الربح الكبير اللي موجود مع العالم الخارجي وبدون حواجز جمركيه، وبدون حواجز يعني جمركية. فده هيؤثر ايضا على السعر، هيبقى في رفاهيه للمستهلك اكتر بكتير جدا من الوضع الحالي، ان هو هياخد عدد وحدات اكتر من السلعه بنفس التكلفه. يعني لو كان بياخد كيلو لحمه، لا هياخد 3 كيلو لحمه من الصناعين، وبالتالي معدل الرفاهيه بتاعته هيبقى اعلى. المنتج بدل ما كان بينتج مثلا 1000 وحده، لا هينتج مليون. لان السوق كبير، احنا زي ما قلنا بكده ان السوق تقريبا مليار و700 مليون نسمة، فده سوق كبير جدا يعني، وطلبه كبير جدا، وخاصة في السلع الصناعية. ومن هنا كان الاهتمام بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية الخاصة بعملية الاستثمار والتبادل التجاري ما بين الدول، وده ما تم الإشارة إليه أيضا من قبل السيد الرئيس أثناء انعقاد القمة. نقدر نقول إن بالفعل أصبحت الدول الإفريقية الآن تمهد لإقامة بنية تحتية صالحة لجذب الاستثمارات ولإقامة العديد من الشراكات، سواء مع الدول الإفريقية بعضها وبعض أو مع الدول الخارجية. تمام، لان الاستثمار لازم يكون ليه بنيه تحتيه. مفيش استثمار هيجي في مكان من غير بنيه تحتيه. البنيه التحتيه هي بنيه الاتصالات، النقل والمواصلات، المناطق اللوجستيه، الكلام ده كله محتاجه الاستثمار عشان يجي في مكان ويستثمر فيه. تمام. الدول الاوروبيه نقول بقت دول اصابها الشيخوخه. بمعنى ايه يا فندم؟ اصابها الشيخوخه في القوى البشريه اللي عندها. افريقيا تتميز بالشباب، يعني دوله شابه وقاره بكر، يعني بالنسبه للاستثمار. انا بتكلم بس على العنصر البشري اللي هو يعني هو اهم عنصر في العمليه الانتاجيه. العنصر البشري، الشباب بيمثل 60% من قوه افريقيا في سنه 2050، انا متخيله. في اوروبا لا، ده شيخوخه بدات تخطى عليها. صحيح. فلازم احصل تنميه بشريه رهيبه جدا في افريقيا، لان هي ده الاساس اللي هيعمل انطلاقه لافريقيا. بمعنى ان انا اهتم بالتعليم، الشباب، الجزء الفني، التعليم المهني، بجانب طبعا التعليم العالي، لان ده كل ما كان التنميه البشريه عاليه كل ما كانت القيمه الانتاجيه بتاعه المجتمع بتبقى اعلى. فمحتاجه افريقيا محتاجه شغل كتير جدا، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه بتعاني من الفقر الشديد جدا، نقص في الخدمات الصحيه. صحيح. في خدمات التعليم، فمحتاجه شغل كتير جدا ومحتاجه طفره كبيره جدا. ولكن في ذات الوقت هي الان محل نظر ومحل اهتمام القوى الاقتصاديه العظمى على مستوى العالم بشكل كبير، وتسعى هذه الدول الى فتح اسواق في افريقيا بشكل او باخر. هل بتفيد هذه الفتره للاستفاده ايضا ما بين تواجد اتفاقية تجارة حرة لتعظيم الفايدة بالنسبة للدول الإفريقية، حتى تستطيع أيضا أن يكون لها المكاسب من تواجد الأسواق أو الدول الأوروبية في ذات الوقت؟ هقول لي معليكي، أنا لما كنت فاوض مع الاتحاد الأوروبي باسم مصر، مصر 107 مليون، تمام؟ الأقوى ليا والأحسن ليا تفاوض باسم مليار و700 مليون، ولا باسم ال100 مليون؟ ال100 مليون. فتخيلي مدى المكاسب اللي احنا هناخدها مع التفاوض مع العالم الخارجي، مع الدول العالم الخارجي، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، الصين، وأنا بتفاوض باسم أفريقيا. ده هيبقى لصالح المواطن الأفريقي.
هل هنبقى على غرار الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع؟ يعني هنصل إلى مرحلة الاتحاد الإفريقي يكون له نفس الكيفية الاقتصادية والوضع الاقتصادي الخاص بالاتحاد الأوروبي والدول المشاركة فيه؟ الاتحاد الأوروبي قعد 55 سنة عشان يبقى اتحاد أوروبي. بدأ من 1951 وبدأ التنفيذ الفعلي ب 2005. يعني 55 سنة أخذهم إجراءات. فإحنا بنتكلم في أفريقيا اللي فيها مشاكل كتير جدا هتاخد وقت، بس إحنا اتفاقية التجارة الحرة ديتي لا هتعمل انطلاق لأفريقيا كبيرة جدا وتقدم يعني بشكل من الخطوة الأساسية اللي بتبني عليها حضرتك بعد كده السوق المشتركة، بتبني عليها التكامل المالي، بتبني عليها التكامل النقدي، فده أساس لازم نبني عليه ولازم نستغله استغلال أمثل. وبالتالي حضرتك لو تلاحظي إن الصين أول دولة بصت لأفريقيا من ناحية الاستثمار صحيح، ورصد جزء كبير جدا في الاستثمار في البنية التحتية، ان هم عايزين يعملوا بحيرة فيكتوريا تبقى خط ملاحي، خط سكك حديد، ومصر واخدة خطوات فعلية مع دول أفريقية ان هي فعلا تنشئ خط سكك الحديد، فده هيعمل تواصل بين الدول وبعضها البعض، ده حاجة مهمة جدا لنقل البضائع الأولية وتصنيعها. لان مصر مش بتقوم لوحدها، مصر عندك برضو مغرب بتنافس، عندك الجزائر صحيح. عندك نيجيريا، جنوب افريقيا متميزه برضو في الصناعه. الدول دي كلها المشكله اللي بتقابلها عوائق جغرافيه وعوائق جمركيه وغير جمركيه عشان تعمل التكامل بينهم وبعض. الميزه النسبيه لمصر عرفها من حضرتك، بس مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين هنذيع يعني جزء من كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمه الاستثنائيه الافريقيه التي اقيمت في النيجر، نشوفها ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا على مسار اجنده الاتحاد الافريقي 2063 وتحقيق اهداف التنميه المستدامه والنهوض بالقارة الإفريقية، وأصبحنا على الطريق الصحيح نحو حقبة جديدة واعدة تتسم بالتنمية والتقدم بدلاً من الركود الاقتصادي والنزاعات. ويعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ علامة فارقة في مسيرة الاندماج الإقليمي في القارة وامتداداً طبيعياً للعمل الإفريقي المشترك في هذا المجال على مدى عقود من الزمن، بدءا من تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 ومرورا بخطة عمل لاجوس عام 1980 ومعاهدة أبوجا لإنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991 وصولا إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019. نرجع لحضراتكم، وزي ما شفنا وسمعنا من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بالفعل هذه الاتفاقية يعني محل الاهتمام بشكل كبير جدا ومحل التنفيذ ولها دور كبير جدا في فتح أفاق استثمارية في الدول الإفريقية. مرة تانية برحب بضيفي دكتور جهاد طعيمة أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية، برحب بحضرتك. حضرتك يعني متخصص في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية، شايف المكاسب اللي ممكن تتحقق نتاج هذه الشراكة الإفريقية واللي ممكن تجنيه بعض الدول من خلال تواجدها فيها ومن خلال الشراكة بينها وبين بعضها؟ بس حضرتك التجارة لازم تكون مبنية على الميزة النسبية بين الدول وبعضها البعض. تمام. بمعنى ان انا في مصر مثلا عندي بنتك الحديد بميزة بتكلفها اقل، في اثيوبيا بينتجوه باعلى، طب انتج حديد. طب هم عندهم اللحوم ارخص ما عندنا، هم يتخصصوا. التخصص يدي ميزه نسبيه للمنتج وبالتالي يديني وحدات اكتر بتكلفه اقل. ده التكامل بقى اللي بنقول عليه، التبادل التجاري. التبادل التجاري بيننا وبينهم، انا باخد منه وحدات كتيره بسعر اقل، هو ياخد منه برضه وحدات كبيره بسعر اقل، لان انا بتميز ان انا بنتجها بكفاءه وبكميه اكتر من هو بينتجها. وعندي ميزه تانية ان انا بقدر ما عنديش هدر في الموارد لان عندي ميزه نسبيه فيها. تمام. بنتجها بكفاءه عاليه جدا فما عنديش هدر. هو نفس القصه يتميز بكده، فيحصل تبادل بيننا وبين بعض فهتزيد التبادل التجاري بيننا وبينهم. طيب الميزه النسبيه بتيجي من التخصص في الانتاج. طيب التخصص في الانتاج عشان يتم لازم يكون انا عندي استثمار في الموارد البشريه، استثمار في سلع راس ماليه، السلع راس ماليه بتنتج لي السلع الاستهلاكيه.
طيب ده كل ده احنا كدول افريقية نقول احنا دول فقيرة، طيب احنا ما عندناش نعمل ايه؟ واحنا عندنا ديون خارجية كتير جدا، وبعض الدول حتى مش عارف تدفع الاشتراكات التجارية بتاع الاتحاد الافريقي. لا احنا هم الدول اللي هجيلك، الدول الاوروبية هي اللي بتسعى، هي اللي هتسعى للتواجد، هتوجد عندك، لان انت كده بالسوق المشترك اللي انت تعملها هتبقى سوق كبير جدا لهم. صحيح. فيختاروا مناطق استراتيجية لهم يبدأوا فيها الاستثمار، ولما يبدأوا فيها الاستثمار يبقى حجم الانتاج بتاعهم هيبقى كبير جدا، يبقى بالتالي تكلفة انتاجهم هتبقى اقل. هنا العنصر البشري اللي حضرتك اشرت اليه يمكن استثماره بقى بشكل جيد، لان هتبقى العمالة والتواجد الخاص بالشباب في هذا الوقت هو نوع من التدريب والتأهيل بالنسبة لهم. تمام. بما يعود على بلادهم والدول بالنفع الاقتصادي. وده اهم ستك، ده اهم عنصر. اهم عنصر عندنا في افريقيا عنصر الشباب. تمام. نقول لحضرتك دولة شابة 60% من عدد سكانها شباب. طيب أنا عايزة أتكلم عن مصر بقى تحديدا وتواجدها في هذه الاتفاقية والميزة النسبية من الموقع الجغرافي ومن طبيعة اللوجستيات الخاصة بالتبادل التجاري كمنطقة وسطى للعديد من الدول. أعتقد أن احنا هنا برضو لابد أن يكون لنا نوع من التخطيط الجيد لزيادة الاستثمارات ولزيادة القيمة المضافة عبر هذه الاتفاقية. اتفاقية التجارة الحرة تدي ميزة نسبية أكتر مما كان موجود كمان. بمعنى مصر موقعها الاستراتيجي، عندها بنية أساسية عالية جدا، عندها شبكة طرق عالية جدا، عندها فائض من الكهرباء عالية جدا، الناتج المحلي بتاعها زاد، معدل النمو بتاعها ارتفع، نسبة الدين الخارجي بدأت تقل، كل دي مؤشرات تقول للمستثمر لا الوضع الاقتصادي في مصر وضع كويس جدا. طب وانت مش تيجي تشتغل بس للسوق المصري، انت هتشتغل للسوق الافريقي، انا فتحت لك باب تعال خش منه من اوسع ابوابه. فتخيلي هذا السوق الضخم مع السوق المصري الكبير يعمل ايه لاي مستثمر؟ شركات العالم كلها هتيجي فيها. يبقى احنا بنتكلم، احنا يعني التخطيط اللي تم وضعه ان احنا عايزين نعمل مناطق استراتيجيه في محور قناه السويس وتنميه محور قناه السويس، ده فعلا هيتم. ولان الدول العالم كلها عاوزه دول عندها البنيه الاساسيه تبني عليها، مش عاوز يجي يبني هو برضه بنيه اساسيه ويقعد يصرف كتير، فعاوز بلد جاهزه ويخش هو من خلالها للسوق الافريقي، يبدا يوسع في السوق الافريقي. فمصر هتستفيد، مصر هتستفيد، الاستثمار الاجنبي اللي احنا بنقول له كنا بنناديله وعملنا قانون استثمار عشان يجي، هو هيجي وهيجي وهيجي بكميات كبيره جدا ان شاء الله. لان مصر عندها الميزه ان هي القيادة بتاع الإفريقية بقت موجودة في مصر، رئاسة الاتحاد الإفريقي اللي بتتولاها مصر هذا العام، كل الدول الإفريقية بتثق في القيادة السياسية، ولأن هو فعلا بيشتغل وعاوز أن إفريقيا تكبر وعاوز مصر تكبر معاها. صحيح. لأن مصر الوحيدة ما ينفعش، إفريقيا الوحيدة ما تنفعش، هم الاثنين بيكملوا بعض. حقيقي. فبالتالي الوضع الاقتصادي في مصر كل ما تحسن ده بيبقى انعكاس لافريقيا وافريقيا تستفيد منه، بدليل ان احنا توسعات في المنح التعليميه، لان هم محتاجين الكلام ده كله، يعني صحيح. العنصر البشري هم محتاجينه ولازم يحصل له تنميه، هم محتاجين الخبرات، محتاجين التكنولوجيا، محتاجين الطاقات الموجودة في العديد من الدول وطبعا منها مصر، إلى جانب توافر الموارد الطبيعية وتوافر الموارد البشرية بشكل كبير. فهنا لابد من نوع من تحقيق الاستفادة وين زي ما بنقول لكل الأطراف. أخيرا ماذا بعد هذه القمة الاستثنائية وبعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، كيف يمكن لنا أن نتوقع التكامل ما بين الدول الإفريقية وغيرها في الفترة القادمة؟ التكامل التام هياخد وقت. حضرتك لسه بقول لحضرتك أن دول أوروبية اللي هي أخذت الاتحاد الأوروبي، اللي هي دول يعني عندها مش مشاكل زي عندنا، قعدوا 50 سنة عشان يعملوا تكامل. فتخيلي لكن على مدار ال 50 سنة كان في نوع من يعني التحسن. ما انا بقول لحضرتك اهوتي احنا كده يعني عملنا قفزه كبيره جدا في طريق التكامل. ان اتفاقيه التجاره تمهد لاتحاد جمركي، تمهد لسوق مشتركه. اول ما تعملي السوق المشتركه اعرفي ان انت عديتي حواجز كتير جدا ومشاكل كتير جدا تقابل الدول بعضها البعض. معناها ان انا حريه انتقال العنصر البشري
من الدول بعضها البعض حرية انتقال العمالة، يعني حرية انتقال رأس المال من دولة الأخرى من غير أي عوائق من غير أي مشاكل. ودول أكتر عنصرين، وعمل الإنتاج عندي أرض عمل رأس مال تنظيم، التنظيم بتحرك، العمالة بتتحرك، رأس المال بتحرك، الأرض طبعا ثابتة، فأنا بروح للأرض اللي فيها اللي أنا عاوز أشتغل فيها واستثمر فيها، وبالتالي هيبقى مش هاجر بقى لأوروبا، أنا هاجر لإفريقيا، وبالتالي افريقيا بالنسبه لي هتبقى افضل بكتير جدا من اسافر بره واسافر اوروبا. يعني حقيقي، لان في النهايه المكاسب الاقتصاديه اللي بتتم للدول الافريقيه هي نوع من الشراكه ما بينها وما بين بعض وما بينها وما بين مصر، وفي النهايه مصر يعني بتحتضن جميع الدول الافريقيه بشكل كبير، وده اللي بنتمنى ان احنا نشوفه في الفتره القادمه، نوع من النمو ونوع من الازدهار في كافه المجالات في مصر وفي كافه الدول الافريقيه باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جهاد طعيمه استاذ الاقتصاد والعلاقات الدوليه، نورتني يا فندم، وبشكر حضرتك على هذا اللقاء. بشكر كل اللي تابعونا النهارده، دي كانت حلقتنا، وان شاء الله هنكون معاكم دايما موضوعات جديده في الاقتصاد والناس.